تعال. عبادة يا بني، لست أدري لماذا أحسك وقد كبرت قبل أوانك، لهذا سأتحدث معك حديث الرجل لرجل. الحياة يا بني مثل هذا البحر، لها مدها ولها جزرها. لم يعد يا بني لنا في هذه البلاد أهل أو أحبة، فإذا فقد المرء الأهل والأحب عليه بمغادرة هذا المكان. بني، قد كتبت اسمك عليه، عبادة ابن عبيد الله العامري. الله وحده سبحانه وتعالى يعلم الأقدار يا بني. لو حدث لي أو لك مكروه سيتعرفون عليك. أنا لم أترك لك في هذه الدنيا سوى هذا الكتاب، الكتاب والعلم صبر وحلم وتدبير، فإذا ملكت هؤلاء ملكت ثروة الثروات. والآن يا بني علينا أن نبحر ونتوكل على الله. العصير يا مشتولينا. سيزاريو، لقد أينعت الزهرة التي كنت ترعينها يا مشتولينا. أين سيزاريو؟ سيزاريو، سيزاريو، سيزاريو. سيزاريو، لماذا فعلت ذلك؟ سيزاريو، ألاحظ أنك تحاول إيذاء أختك مجدولينا كثيرا هذه الأيام. سيزاريو، مجدولينا أختك الصغرى وهي تحبك كثيرا. هيا هيا اذهب إليها واعتذر. هيا 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 اذهب إليها. لم أرك متعبا منهكا كما أراك الآن. إنه الزمن أدال، يبدو أنني تقدمت في السن. أعرف تماما ما يثقلك روجر. الحكم مسؤولية كبيرة. ما
زلت قلقا من تحرك بعض أعضاء مجلس الشيوخ ضدك. ما دمت مؤمنا أن الذي تفعله هو الصواب ولصالح شعبنا فلا داعي للقلق. هل تعرفين ما الذي يقلقني فعلا أدال؟ ظن البعض أن تمييز الشعب النورماني عن العرب المسلمين وعزله عنهم وعزلهم عنه هو لصالحه، هو نوع من الحب والولاء والسعي له. الشعوب المعزولة أدال لا حضارة لها، وكل حضارات الدنيا التي نعرفها قامت على الامتزاج، على التفاعل والتواصل، على التعلم والتعليم. أتفهمك جيدا روجر. لهذا أتمسك بالعرب المسلمين، فهم أصحاب حضارة عريقة وأصحاب علوم مذهلة. أريد أن يرتقي شعبي، أن يتقدم بالعلم وليس بالسيف والخيل والرماح وحدهم. قوى الحضارات بقيت، وقوى السلاح زالت واندثرت. أدال، ألا يستحق هذا الهدف العظيم أن أتمسك بهم؟ ألا يستحق هذا أن أرسل في طلب كبار علمائهم ومفكريهم لأطمئنهم بعدما حاول البعض زرع بذور الفتنة والخوف في قلوبهم؟ كنت أتمنى أن يكون ابننا موجودا في هذه اللحظة ليستمع إلى كلامك هذا أيها الملك الحكيم. الملك روجار الأول والجليلة أدال آسيا. تحية للعظيم روجار حاكم النورمان، وكل الاحترام والتقدير للجليلة. شكرا فريدريك. لأي أمر أتانا اليوم رئيس الشيوخ في بلاط صقلية؟ جئتكم من أجل أولئك العرب أيها الملك. العرب من جديد، دائما العرب. أي قرار اتخذتموه مع أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرا فريدريك؟ حملني مجلس الشيوخ تحياته وطلب مني أن ألتمس الموافقة على قرارين اثنين. ما زلت أستمع. أكمل. صقلية يا مولاي لم يعد فيها مركز مرموق لأبناء الفرنج، فالأطباء من العرب وعلماء الفلك والهندسة من العرب والرياضيون ورؤساء دواوين المحاسبة من العرب. حتى أنتم يا مولاي تجلسون في بلاط بني بهندسة عربية وزين بكلام عربي. أو تقرأ العربية أيها الشيخ؟ لا يا مولاي. كتبوا ذكر الله، فأي خطأ بذكر الله حتى يعترض شيوخنا عليه؟ يا مولاي ليس الاعتراض على المعنى بل على الأحرف. لما يا مولاي لما لا نكتبها بلغتنا بدل استعارة لغة الغير؟ ويحق لزوجة الحاكم أن تبدي رأيها؟ أكون شاكرا أيتها العزيزة. لقد وجدنا أنفسنا هنا في سالير محاطين بالجمال والأناق. وجدنا فن البناء في ذروته، الأدب والشعر في أوج الازدهار، فلم نتمالك أنفسنا من الدهشة. هؤلاء العرب سبقونا اليوم مئات السنين أدبا وعلما، لغتهم تنتشر في كل مكان، هنا في صقلية، هناك في الأندلس،
وأيضا في جاليه حيث تور وبورد وبواتيه دخلت ثقافتهم جنوب روما واحتلت علومهم مدينة باري وفينيسيا. أو تريدنا أن نشيح بوجهنا عن أناس حملوا لنا مشعل الحضارة لننظر إلى الجهالة؟ هم متعلمون ونحن أميون. نعم نحن أميون بأشد الحاجة إلى هؤلاء العرب ليكونوا أساتذة لنا في هذا العصر. أيها الجليل، مساجدهم تنتشر في كل مكان، ليس فقط في ساليرنو بل في كل مدن صقلية. ثم أن هذه المساجد تحولت إلى مدارس لتعليم القرآن. إذن لما لا تذهب إليهم فريدريك؟ لما لا تذهب إلى هؤلاء العرب وتتعلم القرآن؟ جميعنا بحاجة إلى التعلم. أيريد مني الحاكم أن أبدل مذهبي؟ هؤلاء المسلمون يقولون لا إكراه في الدين، ولن يحاول أحد من علمائهم أن يكرهك على أمر ما. الحجة والمنطق أساس كل فعل عندهم. ماذا أقول لمجلس الشيوخ غدا حين يلتئم الشمل؟ دعي الأمر لي، سأكون بينكم وقت الاجتماع. فريدريك، كيف حال الجليلة مايا؟ زوجتي بخير شكرا أيتها الجليلة. وكيف حال طفلتك مجدولينا وطفلك سيزاريو؟ جميعنا لا نتوقف عن الدعاء لك وللملك. لدي لقاءات مهمة هذا اليوم قبل أن نلتقي بروجر. أما زلت تسعى ضد روجر؟ مايا، أنا لست ضد روجر إذا اختار جانب النورمان، أما وقد اختار جانب العرب فأنا لست معه. أنا أعمل لصالح النورمان فقط. لا أصدق أنك تكره العرب إلى هذا الحد من أجل مصلحة النورمان فقط فريدريك. مايا، أنت تكرههم لسبب آخر تعرفه جيدا. مايا، ابنة الحبيبة مجدولينا، ما الذي لوث ثوبك هكذا؟ ألن يكف سيزاريو عن أفعاله القبيحة تلك؟ سأعاقبه. اتركه لي. لك أنت؟ فريدريك، لم يفسده إلا دلالك له. أنت أيضا تبالغ في تدليل ماجدولينا؟ مايا، لست أدري لماذا أشعر أحيانا أنك لا تعامل سيزاريو بمودة وعاطفة مثلما تعامل أخته ماجدولينا. لأنه ليس ابني. يا اخوي يا راشد، أقول لك على سر. اي خلاص، جاء سلم نفسه بروحه. قل لي وش صاير بينك وبين زوجك؟ اي نعم، تاكل الرشوه. فانا عندي استعداد اخذ غيرها ثانيه وثالثه بعد. عقلي انا منجلس رجال، انا منحسن رياجيل، بس انا مو مطمن من هالناحيه ذي. قل لي مشكلتك هذه ما لها الا انك تسلم نفسك للشرطه. ما يصير. صور اجتماعيه يوميا 9:30 مساء على قناة ذكريات.
تبدو قلقا جدا أيها الجليل فريدريك. اجتماع اليوم أشبه بمعركة لا تقل عن المعركة التي استولينا بها على صقلية أيها الطبيب، وأظن أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ يدركون ذلك. والملك روجار الأول يدرك ذلك أيضا، وربما استعد لهذه المعركة مثلنا تماما إن لم يكن أكثر. الملك روجر سيرضخ للمنطق ولأغلبية أصوات مجلس الشيوخ الذي أترأسه أنا، والمنطق مع الأغلبية، والأغلبية توافقني الرأي. صقلية أصبحت للنورمان، ومن الطبيعي أن يصبح كل شيء فيها نورمانيا صرفا، العادات، التقاليد، العلوم، القوانين، كل شيء على الإطلاق. والعرب أيها الطبيب، لا تنسى أيها الجليل فريدريك أن العرب أغلبية هنا، ولهم أمامهم خياران: إما أن يوافقوا ويذوبوا في المجتمع النورماني بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وإما أن يكون لهم إقليمهم الخاص تحت إشرافنا المباشر ويمنعوا عنهم الاختلاط بالمجتمع النورماني. الملك روجار الأول. وليس من المنطق أو الطبيعي أن نكون الفاتحين والأسياد والحكام وأصحاب كل شيء في صقلية، ويعامل شعبنا مثلما يعامل العرب تماما. أو تعتقد أيها الشيخ الجليل أن تلك هي المشكلة؟ مؤكد أيها الملك روجر. يجب أن يشعر النورماني لأنه يتميز في كل شيء، في العلوم والفنون وفي كافة المهن وفي كل مناحي الحياة. يجب أن نضع حدا لتغلغل العرب في كل المناحي. كيف؟ سن قوانين صارمة تحد من نشاطهم ومن وجودهم وتلزمهم بما نريده. المسلمون في صقلية فرضوا وجودهم دون قوانين أيها الشيخ الجليل، فرضوه ليس في صقلية وحسب، وإنما في العالم كله. أيها الملك روجر، فرضوه بحضارتهم، بعلومهم، والحضارات لا تحارب إلا بالحضارات، والعلوم لا تحارب إلا بالعلوم. فهل لديكم حضارة مثل حضارتهم؟ هل لديكم علوم مثل علومهم؟ هل يسمح الملك روجر بأن يوضح سبب تمسكي بهم ودفاعي عنهم إلى هذا الحد؟ لو فكرت قليلا أيها الجليل فريدريك، لو فكرت بتعقل وبمنطق وبمحبة خالصة للنورمان ودون عرقية أو عصبية أو أيها الملك، لا أدركت السبب دون عناء. ببساطة، نحن في حاجة إلى علوم المسلمين، إلى حضارات المسلمين، إلى خبرات ومهارات المسلمين. لدينا يا مولاي، لدينا حضارتنا وعلومنا. أين؟ هنا في كل مكان. هل بيننا عالم في الطب ذا عصيته في كل الأصقاع مثل الطبيب المسلم محمد الفاسي الذي أضاف إلى هوامش ابن سينا في القانون؟
هل بين عالم في الهندسة كابن عبد الله القاسمي الذي أرسل البابا في طلبه ليعيد تصميم وترميم بيت القرابين؟ هل بيننا عالم جغرافي كأبي عبد الله محمد الإدريسي الذي جاب الأقطار والأمصار وصنفها وعرفنا بها وبطبائع أرضها وسكانها؟ إن أكبر علمائنا في الجغرافيا بوردو أظنكم تعرفونه أو تسمعون به. بوردو سافر ليبحث عن مقر الإدريسي الدائم كي يتتلمذ على يديه ولا يزال. تأكد لنا الآن أنك لا تدافع عن العرب فقط، بل إنك تكن لهم مشاعر خاصة جدا. هذا لأنني أحب شعبي، أحب شعبي وأعمل من أجل مصلحته وتقدمه. نحن في حاجة إلى حضارة المسلمين، إلى التعلم منهم، وحين يستوي عودنا نستوي عودنا في هذا المضمار، نجلس ونتناقش ونقرر. أما والعرب في صقلية، هم أمهر أطباء وأمهر المهندسين وأمهر المحاسبين وأمهر الصناع والعمال، فمن السذاجة أن نقف ضدهم ونحاربهم وهم لم يطلبوا سوى الحياة الآمنة وفرص البحث العلمي ليستفيد منه الجميع. هل اقتنعت أخيرا أيها الجليل فريدريك؟ إذن علينا بالخيار الثاني، لتقسم صقلية إلى قسمين، قسم للنورمان وقسم للعرب، شرط أن يكونوا تحت نفوذنا المباشر في كل شيء. أنا لا أقبل تقسيم صقلية مهما كانت الأسباب، ولا أقبل بعزل شعبي عن أسباب التقدم والحضارة. سأرسل في طلب المزيد من العلماء العرب لنشر العلم في جزيرة كابوا بعد فتحها. أيها الملك، لم تخبرنا بأنك قررت فتح جزيرة كابوا. ها أنتم قد بلغتم، وأبلغكم أيضا أنني بصدد إعداد جيش من العرب أحاصر به جزيرة كابوا. يبدو أن الملك روجر يريدها معركة طويلة الأجل. ونحن لها أيها الطبيب. العالم الجغرافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإدريسي. دعه يدخل. السلام على الملك روجر الأول. وعليك السلام أيها العالم.
بلغني أنك منذ أيام قليلة عدت من سفر طويل. أجل أيها الملك، أهو سفر للعلم كالعادة أم للمتعة؟ المتعة عندي لا تكتمل إلا بالعلم والاكتشاف، ومتعة العلم والاكتشاف لا تكتمل إلا بالأسفار. فخطوة المسافر كتاب مرئي، وكتابه متعة لا حدود له. ترى ماذا أحضرت معك بعد هذا السفر الطويل؟ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؟ عنوان كتاب جمعت فيه وصف عشرات الأقطار والأمصار التي زرتها وشاهدتها مشاهدة العين. إذن هو كتاب جغرافيا. الجغرافيا هي المحور الثابت الذي يصنع حركة التاريخ. فالأرض ثابتة، وكل ما عليها ومن عليها يزول لينتهي تاريخ ويبدأ تاريخ آخر لأزمنة ولعلوم ولأشخاص أيضا. اسمع أيها العالم فاضل، أرسلت في طلبك لعلمي بمكانتك عند العلماء المسلمين وعند العامة أيضا، ولعلمي أن لبعضكم شكوكا بالنسبة لنوايانا تجاه المسلمين الذين يعيشون في صقلية. صدقت فيما قلته أيها الملك. أعلمك من هنا أنني روجار الأول قد منحتكم الأمان والثقة لتعيشوا وتعملوا وتعلموا وتتعلموا. لكم من حقوق مثل ما لشعبي، وعليكم من واجبات مثله تماما، ولكم مني كل مساعدة خصوصا في مجالات البحث العلمي. بارك الله في الملك روجر الأول. ولكم حرية العبادة واحترامها. لي مطلب واحد عندكم، أن تنشروا علومكم هنا وحيثما حل جيشي وشعبي. إننا أمة نؤمن بأن العلوم للناس أجمعين، لا فرق في ذلك بين لون وآخر وعرق وآخر ودين وآخر، لأن العلوم في النهاية إنما هي روافد تغذي حضارة الإنسان. لذلك فإنكم أمة لن تموت. أنا رأيته أولا. إنه لي أنا. ما الأمر؟ ما علامك هنا؟ إنه رفق في البحر. ما رأيك؟ ليرفع الرزق أولا ثم نقسمه بينهما بالعدل. رفع الرزق من الماء لنقسمه بينكما بالعدل. هيا. إنه حي. عبادة بن عبيد الله العامري. يا مولاي، ربما استطعنا إنقاذ حياته. عرس، أسرع به إلى البلاط وليعمل الطبيب على إنقاذه. نقطع الضروب نفرح القلوب.
ريمي، ماذا جرى؟ هل أنت بخير حبيبي؟ تفكر أحيانا بأن هناك في مكان ما شخصا حزين، وهذا ما يجعلك حزين. أنا جائع. ليلة أمس لم نذق الطعام لأننا لم نستطع أن نربح ما يسد جوعنا. وأنا قد وصلنا. لن تنجح أبدا. أنا كما تحس بألم الجوع سوف تتسول. أنا ريمي فضحكوا ريمي ألفت الشريط يوميا 3:30 عصرا على قناة ذكريات. كيف أصبحت اليوم؟ تعال تعال. تبدو اليوم بخير، تعرف اسمك بالطبع. هل حدثك عن سبب وجوده في البحر؟ قال أحد الصيادين إنه يتيم الأم وقد رحل مع والده من القيروان في قارب صغير، وقد تحطم المركب وغرق والده. أرى الصبي في مأزق، من يعتني به إذا كان يتيما لا أهل له؟ معك حق، نحتاج إلى عائلة لينشأ الطفل بين أفرادها، عائلة لديها طفل واحد على الأقل حتى لا يشعر هذا الصغير بالوحدة. تعال تعال يا حبيبي يا ولدي، يا حبيبي يا حبيبي. العشاء جاهز أيها الجليل. أيها الجليل، العشاء جاهز. ألن تتعشى؟ أعد لنا خوسيه العشاء الذي تحبه. لن أتناول العشاء هذه الليلة. ألا ترى في الدنيا غير العرب؟ النورمان، ما يا النورمان، طالما هؤلاء العرب متغلغلون ومنتشرون في كل الوظائف والمهن، سيظل مصير النورمان في خطر. مايا فريدريك، أنا لست الملك روجر ولست أحد أعضاء مجلس الشيوخ لأصدق أنك تكره العرب والمسلمين لمصلحة النورمان فقط. فريدريك مايا، لا تظن أنني أجهل السبب الحقيقي لكرهك للعرب؟ أنا أكره العرب لي لثأر شخصي قديم. ثأر شخصي قديم؟ رغم مرور سنوات طويلة على الحادث،
ورغم ادعائك لي بالحب وحتى رغم زواجنا وانجابنا ما زلت تحبها. نعم ما زلت تحب كيدا ابنة عمك التي فضلت عربيا مسلما عليك وهربت معه وتبعت دينه، ولهذا تحقد وتكره كل العرب وتحاربهم وليس لمصلحة النورمان. صدي أترفع يدك علي فريدريك؟ حسنا حسنا يا رئيس مجلس الشيوخ حسنا. لها من ثعلب ماكر، كيف عرفت بهذه القصة؟ أيها الجليل، الطبيب مسينا يطلب مقابلتكم لأمر يقول إنه في غاية الأهمية. وماذا تنتظر؟ دعه يدخل فورا. ما يقلقني الآن هو مصير الطفل الصغير اليتيم عبادة. اسمع رجال، لماذا لا نربيه نحن؟ أدال، كأنك نسيت أن قوانين النورمان تحرم على الملك تربية طفل غير نورماني. إذن أطلب من أسرة نورمانية أو عربية موثوقة تربيته والاهتمام به. هذا أمر يجب أن يكون اختياريا وإنسانيا. حتى الملك لا يستطيع أن يفرض على أي أسرة تربية ورعاية طفل لا يمت لها بصلة. هذا أمر يجب أن تتقدم به إحدى الأسر طواعية. ترى أية أسرة تلك التي ستقبل بهذا الأمر طواعي؟ أنت فريدريك؟ أنا؟ نعم أنت. أصبحت محور حديث صقلية كلها بكل ما فيها من نورمان وعرب. ماذا تقول أيها الطبيب؟ لا حديث في صقلية كلها إلا عن أمرين: أمر ذلك الطفل العربي اليتيم الذي عثر عليه روجر قرب الشاطئ، وأمر كرهك الشديد للعرب وكأنه لسبب شخصي. أي مساء مشؤوم هذا؟ لماذا يفسرون حرصي على مستقبل النورمان على أنه كره لسبب شخصي؟ لماذا؟ لماذا أيها الطبيب؟ لا أكتبك. بعض أعضاء المجلس باتوا مقتنعين في ذلك. روجر ليس سهلا. مؤيدو استغلوا الموقف بذكاء وناوروا عليه، فبينوه على أنه ثأر شخصي، والعرب استغلوه للدفاع عن أنفسهم والتقرب أكثر من روجر، لدرجة أن العالم الإدريسي بدأ ينقل شكاوى يومية من العرب إلى روجر، وكلها تدور حول كرهك الشديد للعرب وتحريضك للنورمان على محاربتهم. يجب أن تتصرف بذكاء، وإلا استغل روجر هذا الأمر وأطاح بك من رئاسة المجلس. ماذا تقول أيها الطبيب؟ اغفر لي صراحتي. فأنت تعلم كم أحبك وكم أحترمك وكم هي المصالح المشتركة التي تجمعنا أيها الجليل. وبماذا تنصحني أيها الطبيب؟
ترد على مناورة روجر بمناورة أقوى. استخدم نفس السلاح، سلاح روجر ومؤيديه. العرب؟ نعم العرب، وفي العلن وحتى في المجلس. أظهر أنك معهم، أنك تحبهم وترحب بهم، وهذا سيجلب لك ثقة المعارضين وأصواتهم وثقة العرب أيضا. وفي السر نقوم بعكس ذلك تماما، حتى ندفع العرب أنفسهم إلى طلب إقليم خاص بهم. يا لك من شيطان. أيها الجليل، مصالحنا مشتركة، وانتصارك هو انتصار لي. ولكن كيف سأحول الموقف برمته؟ كيف سأقنع الجميع بعكس ما هو حقيقي؟ أيها الجليل، استغل قضية الطفل العربي اليتيم الذي عثر عليه روجر. لعله خير أمر هذا الاجتماع الطارئ يا رئيس مجلس الشيوخ. في الحقيقة هو اجتماع شبه شخصي أيها الملك. شبه شخصي؟ يمنحني القانون حق الدفاع عن نفسي. كثرت الإشاعات حول كرهي وعدائي للعرب، وصورت القضية على أنها قضية عرقية أو عنصرية. فيدريك اختصر. أستبيح الملك روجر الأول أن يمنحني فرصة لأثبت لهؤلاء العرب حسن نواياي. هذا كلام يسرني فريدريك. لذلك يا مولاي، لذلك لم أنم ليلة البارحة. أكنت معتلا؟ كنت مشغولا أفكر في مصير ذلك الطفل اليتيم المسكين. وماذا؟ يجب أن ينال هذا الطفل العناية الكافية ويتربى في بيت به أطفال في مثل سنه، بيت محب ودود. هذا ما يشغلني فعلا فريدريك. لذلك يا مولاي قررت أن أضم هذا الطفل إلى عائلتي. أنت؟ لدي طفلان كما تعلم، وسيسعد عبادة بوجوده معهما. ولكن يا فريدريك. يا مولاي على الأقل لأثبت لكم وللجميع أنني لست متعصبا ولست أكره العرب لسبب شخصي. ثم إن هذا الأمر الإنساني سيسعدني كثيرا يا مولاي. لي شرط واحد فريدريك. تفضل يا مولاي. أن توقع صكا هنا أمام الجميع تلتزم به حسن تربية وتنشئة هذا الطفل طالما أنا على قيد الحياة، وستكون مسؤولا عن حياته. موافق أيها الملك، ولكن يا مولاي ماذا أفعل لو أن هذا الطفل لم تعجبه بيئة النورمان وهرب خلسة؟ هذا أمر آخر، إن أثبت لا مسؤولية عليك. موافق يا مولاي. وحتى لا أثقل عليك وعلى عائلتك سأرسل مع الطفل من يقوم على خدمته وشؤونه. شكرا يا مولاي.